السي العمراني هذا نقاش سياسي اكيد، ولكن الى سولنا المغاربه الناس البسطاء الناس الشعب اللي ما كيعرفوش كيفاش كتمر هذه المشاريع القوانين وهذا على هذه القضيه ديال انه حزب العداله والتنميه رافض هذا المشروع ديال تقنين زراعه القنابل الهندي، كيقول لك دو بسطاء الشعب، تيقول لك كيفاش هذا الحزب اللي عنده مرجعيه اسلاميه تيرخص مثلا ببيع الخمور والمشروبات الكحوليه في المتاجر الكبرى مثلا وفي البيسريات وكيرفض القناب الهندي. كاين تناقض، كيفاش كترخص للخمر كترفض العدالة للقنابل الهندي والتنمية لا يرخص للخمور، الذي يرخص كحكومة؟ لا، كاين القوانين التي يعتمدها البرلمان المشرع، وحتى في الدين ديالنا راه كاينه والبرلمان اللي عندكم فيه الأغلبية، طبعا. لا، ما عندناش أغلبية، لا، اللي عندكم فيه أكبر عدد من ايوا المقاعد. كل حنا شركاء مع فرق أخرى في البرلمان، ولكن هذا يكون بالتشريع بالقوانين. كاين مواد هي في العمق مضرة، ولكن سمح بها الطب والشرع أن تستعمل لغاية طبية مقننة ومقدرة تقديرا ويعني دقيقا، من قبيل ما قلته. هذا الموضوع ديال القنب الهندي مضره ما طبعا قائمة، لذلك جرم، ولكن يستعمل للغاية الصناعية أو الطبية ممكن. احنا ما قلناش لا، ما قلناش بأن الاستعمال الطبية والصناعية غير موجودة، هناك من يشكك في هذا وينسبه، ولكن تنقل يعني، وكاين تجارب مقارنه، يمكن يكون في القنب الهندي منافع طبيه وصناعيه يعني لا خلاف حولها. السؤال في المقاربه، هذا هو السؤال الجوهري، لان دائما في كل الامور الكبيره المقاربه هي كل شيء، ماشي المضامين او التفاصيل. اذا كانت المقاربه محكمه فهي تكون لفائده النص، إذا كانت مقاربة فيها اختلال أو عيوب تضر بالنص في النهاية. هذا هو الإشكال اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.